بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مستر محمد سيد السلموني على قناة STC سلموني تريدينج شانل. أهلا ومرحبا بكم مع كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية. عنوان محاضرة اليوم: نموذج الشموع الانفصالية، خطوط الانفصال Spiriting Lines. هذا النوع هو النموذج الأخير في سلسلة النماذج الاستمرارية. كنا قد تكلمنا في محاضرات سابقة عن ثلاث نماذج استمرارية، وهي نموذج النوافذ أو الفجوات، نموذج الجنود الثلاثة الهاربين، نموذج الفدائيين الثلاثة. واليوم نختم هذه السلسلة بالنموذج الرابع والأخير في النماذج الاستمرارية، وهو نموذج خطوط الانفصال Spiriting Lines. هذا النموذج له شكلان، أحدهما صعودي والآخر هبوطي. الشكل العام للنموذج واضح أنه يتكون من شمعتين فقط، مختلفتين في اللون ومتعاكستين في الاتجاه، يتكون بعد اتجاه صاعد كما في شكل واحد، أو بعد اتجاه هابط كما في شكل اتنين. الحاجة اللي أنا حابب أنبه عليها من البداية أن هذا النموذج يتشابه مع نموذج الهجوم المضاد كونتر أتاك، اللي كان هو كمان برضه بيتشكل من شمعتين مختلفتين في اللون ومتضادتين في الاتجاه، لكن هنعرف دلوقتي حالا الفرق بينهما من خلال معايير تشكل نموذج خطوط الانفصال. والآن ما هي معايير تشكل هذا النموذج؟ الشرط الأول، وهذا الشرط تقريبا موجود في أغلب النماذج، وهو أنه لابد أن يكون السعر في اتجاه واضح صاعد أو هابط، يعني بعيدا عن الحركة العرضية المعقدة، عشان أقدر أحكم على النموذج وأقدر من خلاله أعرف إذا كان هيستمر ولا هينعكس. طبعا في حالة الاستمرار زي النموذج اللي موجود معانا، لما يكون في اتجاه صاعد نتوقع بعده صعود، وإذا كان الاتجاه هابط نتوقع بعده هبوط، يعني الاستمرار في الاتجاه السابق. أما الشرط الثاني هو أنه يتشكل النموذج من شمعتين. والشرط الثالث هنتكلم فيه عن صفات هاتين الشمعتين. ما هي مميزات هاتين الشمعتين؟ أهم ما يميز الشمعتين أن الشمعة الأولى تكون عكس الاتجاه السابق وتتميز بزخم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بيكون الاتجاه السابق صاعد وتأتي شمعة خضراء تغلق في مستوى معين، الشمعة اللي بعدها تعتبر أول شمعة في النموذج تفتح بشكل عكسي، يعني بدلا أن تفتح من عند مستوى إغلاق الشمعة الأولى الخضراء تفتح عكسها من فوق وتغلق في الأسفل عند نفس مستوى إغلاق الشمعة الخضراء. لو تلاحظ أن ده نفس الكلام اللي احنا قلناه في نموذج الهجوم المضاد. طيب إيه اللي يخلي النموذج ده اسمه شموع الانفصال والتاني اسمه الهجوم المضاد؟ مفتاح الإجابة عن هذا السؤال يكمن في الشمعة الثانية، يعني السر كله في الشمعة الثانية، وهو ده الشرط الرابع لتحقق هذا النموذج، إن الشمعة الثانية تكون عكس الشمعة الأولى في الاتجاه ومتطابقة مع الاتجاه العام، أي أنها شمعة استمرارية أكملت أعلى من الشمعة الأولى الحمراء، فتحت عند نفس مستوى فتح الشمعة الحمراء، ثم أكملت الصعود لأعلى وأغلقت أعلى منها، وبذلك كونت نموذج الشموع الانفصالية. أما الشرط الخامس وهو ده الشرط الأساسي، وهو إن افتتاح الشمعة الحمراء الهابطة في النموذج هو نفس افتتاح الشمعة الثانية الصاعدة الخضراء. يعني لو لاحظت معايا، الشمعة الأولى افتتحت في هذا المستوى وأغلقت في هذا المستوى، لو الشمعة الثانية فتحت من هذا المستوى ونزلت إلى أسفل يصبح هذا النموذج اسمه نموذج الهجوم المضاد، وممكن كده يحصل انعكاس في الاتجاه. لكن نموذج النهاردة عكس هذا الكلام، كان عندي اتجاه صاعد وتشكلت معايا الشمعة الأولى بافتتاح من أعلى نزولا صوب الاتجاه السابق، والشمعة كمان اللي جت بعدها فتحت من نفس مستوى افتتاح هذه الشمعة الحمراء ولكن صعدت إلى أعلى،
ولكن إيه صعدت إلى أعلى، وهو ده اللي يخلي الطابع الاستمراري هو المحتمل لحركة السوق، وممكن يستمر السوق إلى مستويات جديدة ومناطق عليا جديدة في حالة الاتجاه الصاعد. باختصار شروط تكون هذا النموذج: رقم 1 إنه يكون عندي اتجاه، 2 يتشكل من شمعتين، 3 الشمعة الأولى تكون عكس الاتجاه السابق وتتميز بزخم، 4 الشمعة الثانية تكون عكس الشمعة الأولى من حيث الاتجاه ومتطابقة مع الاتجاه العام، 5 الشرط الأساسي في النموذج أن يكون افتتاح الشمعة الأولى والثانية هو نفسه، مع ملاحظة أن هذا النموذج يشبه من حيث الشكل فقط نموذج الهجوم المضاد، ولكن يخالفه في التأثير. هذا النموذج استمراري، بينما نموذج الهجوم المضاد كان نموذج انعكاسي. طيب متى يفعل هذا النموذج؟ تفعيل النموذج يكون من خلال الشمعة الثانية بعد إغلاقها، سواء في حالة الصعود أو في حالة الهبوط. يمكن أن أتداول بعد مستوى الإغلاق مباشرة بالشراء إذا كانت في حالة صعود، أو بالبيع إذا كانت في حالة هبوط. والآن مع أمثلة عملية على هذا النموذج. مثال تطبيق عملي على نموذج الشموع الانفصالية: هذا الشرط مأخوذ على الزوج نيوزيلندي ين على الفريم الأسبوعي. وبداية تكون النموذج لو تلاحظ كان عندي اتجاه صاعد، عندي صحيح حركة عرضية هنا ولكن موجودة في نطاق الاتجاه الصاعد، حتى الحركة العرضية نفسها كأنها صاعدة، ثم تشكلت عندي بعد هذا الصعود شمعة بيعية فتحت من الأعلى ونزلت إلى الأسفل. لاحظ معي في هذه الحالة ما عنديش نموذج هجوم مضاد، لأن الجسم لم يصل إلى مستويات إغلاق الشمعة الموالية. مع وجود هذه الفجوة يمكن اعتبارها استمرارية، ولكن أنا عايز أبص على النموذج اللي احنا بنتكلم فيه، خطوط الانفصال. الاتجاه كان صاعد، تكونت شمعة حمراء دبابية بيعية فتحت في عكس الاتجاه السابق، أي عكس الصعود من الأعلى إلى الأسفل، وأغلقت بشكل عادي. لكن الشمعة اللي جت بعدها بدلا أن تفتح من سعر إغلاق الشمعة الحمراء، فتحت عند نفس فتح سعر هذه الشمعة الحمراء، وهو ده اللي عمل لي نموذج شموع انفصالية. على هذا الأساس فإن مستوى إغلاق الشمعة الثانية هو نقطة الدخول بالشراء. في حاجة كمان زيادة موجودة على الشرط: لو تلاحظ عندي نموذج الفدائيين الثلاثة موجود في هذه المنطقة، باعتبار أنه نموذج صعودي استمراري يتكون من 3 شمعات خضراء شرائية ثيرانية، كل شمعة منهم تفتح داخل نطاق الشمعة اللي قبلها وتغلق بعده. لكن حابب أقول حاجة، وهي أن النموذج ده بالذات لو كان بهذا الشكل ممكن يفشل. لماذا؟ لأنه وصل لمستويات لم يزورها السعر من قبل. يعني هذه المستويات الجديدة بالنسبة للسعر، زي ما قلنا قبل كده ظهور هذا النموذج بعدها، زي ما قلنا ده من ضمن الحالات اللي يفضل إن المتداول لا يتسرع في الحكم عليها. يعني كان عندي اتجاه صاعد وما عنديش مستويات مقاومة سابقة ممكن نقارن فيها القمة الجديدة، يعني هذه القمة اللي عليها دايرة أول مرة تتشكل في السعر في هذا المثال. عشان كده قلنا إن فيه احتمال بفشل نموذج الفدائيين الثلاثة، واحتمالية عدم مقدرته على مواصلة استمرار الأسعار. المثال ده أنا قلته على سبيل المراجعة، لكن أهم حاجة إن احنا تعلمنا في محاضرة اليوم نموذج الشموع الانفصالية، وإنه يعتبر نموذج استمراري، وهو آخر نموذج استمراري في الشموع اليابانية. وكملخص للي احنا اتكلمنا في هذا الكورس، قلنا أن الشموع اليابانية تنقسم إلى شموع يابانية انعكاسية وشموع يابانية استمرارية. عدد نماذج الشموع الانعكاسية أكثر من عدد نماذج الشموع الاستمرارية. الشموع اليابانية الانعكاسية تحمل طابع عكس الاتجاه، بينما الشموع اليابانية الاستمرارية لها الطابع الاستمراري للاتجاه. الشموع اليابانية الانعكاسية تكون أكثر فاعلية في عكس الأسعار عند مناطق الدعم والمقاومة،
وعندنا الدوجي زي ما قلنا قبل كده بمختلف أنواعه، عبارة عن حيرة في السوق وبنكون محتاجين تأكيدات بعده عشان نتأكد إذا كان الاتجاه بعده انعكاسي أم استمراري. السلسلة الجديدة إن شاء الله هنتكلم فيها عن استخدام نماذج الشموع اليابانية في التحليل الفني الكلاسيكي، إزاي أنا هستخدم الشموع اليابانية والنماذج اللي درسناها مع الدعوم والمقاومات ومع خطوط الاتجاه ومع المؤشرات إلى غير ذلك. يعني أنا محتاج كل اللي أنا اتعلمته في نماذج الشموع اليابانية لو هتخصص في التداول باستخدام التحليل الكلاسيكي أو باستخدام الهارمونيك أو باستخدام موجات إليوت. مش هقدر أحدد بالظبط نوع التخصص اللي أنا هتخصص فيه واللي أنا هحلل على أساسه إلا إذا كان عندي معرفة تامة بجميع نماذج الشموع اليابانية، وهو ده السبب اللي خلاني أعمل هذا الكورس. هذا الكورس مقسم إلى مستويين، المستوى الأول للمبتدئين يشمل المحاضرات من 1 إلى 19، هتلاقيها كلها مجمعة في فيديو واحد تحت عنوان كورس السلموني المجاني المستوى الأول للمبتدئين، وكمان هتلاقي المحاضرات من 20 إلى 41 مجمعة كلها في فيديو واحد تحت عنوان كورس السلموني المجاني المستوى الثاني. إن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة سوف نبدأ في سلسلة جديدة تحت عنوان كيفية استخدام الشموع اليابانية مع مختلف أساليب التحليل الفني في التداول. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الكورس، إلى أن ألقاكم في السلسلة القادمة إن شاء الله. لكم خالص تحياتي، كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. وفي الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثنا على التوكل على الله، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.